الرياضة في شهر رمضان. هذا الموضوع مهم بزاف لأنه كنشوفوا بزاف ديال الأشخاص كيكونوا منقطعين على الرياضة وكيبغيو يبداو اون اكتيفيتي فيزيك الرياضة في شهر رمضان، ولا بعض الأشخاص اللي كيكونوا مواظبين على الرياضة وكيبغيو يكملوها في شهر رمضان. الرياضة ما كاين حتى شي مشكل في شهر رمضان، غير هو التوقيت ديالها هو اللي مهم. اللي كنلاحظوا هو أنه معظم الأشخاص كيديروا الرياضة ديالهم قبل من الإفطار، لأنه كيكون الوقت وكيقول لك غادي نفطر غادي ناكل غادي نشرب. ما كننصحش هاد الأشخاص عامة بأنهم يديروا الرياضة ديالهم قبل من الإفطار، لأنه مضر للصحة. علاش مضر للصحة؟ حنا في فصل الصيف، النهار طويل والحرارة مرتفعة وما كيكونش عندنا مصدر ديال المياه، لو كور ني با ايدغاتي. دونك فاش كدير الرياضة ديالك قبل من الإفطار ما كتكونش ايدغاتي، وكنكونوا كنفقدوا المياه من الذات ديالنا. يعني الخطر على الصحة ديالنا هي أنه كنشفوا الكلاوي ديالنا. داكشي علاش كنصحوا الاشخاص اللي كيبغيو يواظبوا على الرياضه ولا يكملوا ولا يبداو الرياضه ديالهم انهم يتسناو بعد الافطار، ماشي مباشره بعد الافطار، لانه خصنا نخليو واحد الوقت ديال الهضم. يعني كنصحوا الاشخاص يتسناو واحد ساعتين من بعد الافطار، على بال ما يفطروا يصليو ولا بغاو يصليو، وعاد ديك الساعه يديروا الرياضه ديالهم. كيكون الحال برد كيكونوا شاربين، كيكونوا عندنا ان بيتي دو سوكر ان بيتي بو دو سوكر في السون ديالنا. دونك في هذه الحاله هذه ما كيتشكل حتى شي خطور على الصحه ديالنا.